ينضم إلينا من نيويورك ألبرتو برنال، كبير الاستراتيجيين للاستثمارات في إكس بي، عفوا كبير الاستراتيجيين في إكس بي للاستثمارات. أهلا بك ألبرتو. جدد محمد العريان الاقتصادي مجددا دعوته لصانعي السياسة لتقليل السيولة، وتحدث أيضا عن المخاوف، قال أنه أسوأ توقع للتضخم في تاريخ الفدرالي، منتقدا تصريحات الفدرالي. ما رأيك بكلامه؟ هل تتفق معه؟ في الواقع لا أتفق معه، أنا عادة أتفق معه ولكن ليس هذه المرة. لا أعتقد أن هناك ما يمكن للفدرالي أن يفعله لكي يخفض سعر السيارات المستخدمة في الولايات المتحدة، وهي عادة ترتفع أسعارها وكانت بنسبة 0.5% سنوية يعني قبل الجائحة، وسبب في ارتفاع هذه الأسعار هو أن هناك نقص في السيارات، وهذا لا علاقة له بالفدرالي ولكن لأن هناك سياسة صارمة في الصين بعد كوفيد وفيتنام، أيضا تود أن تبعد أو تحمي شعبها من كوفيد. إذن هناك الكثير من العوامل التي لا علاقة لها بالمركزي، ولكن أتفق أن الفدرالي كان يجب أن يبدأ بسياساته في السابق، لأن هناك الكثير من الأموال في النظام حاليا التي لا تستخدمها المصارف ولا يستخدمها الأفراد، ونرى أن هناك خط ريبو عكسي في الاحتياطي، ونرى 1.7 تريليون دولار يوميا، إذن هناك فائض من الأموال النقدية في النظام، وبالتالي نحن لسنا بحاجة إلى المزيد من الأموال تضخ في النظام. وأعتقد أن الفيدرالي سوف يسرع وتيرة تيبرينج في اجتماعه المقبل وصولا إلى 30 مليار، وهذا قرار جيد، ولكن لا أعتقد أن ما يحدث في الاقتصاد نتيجة خطأ في سياسات الفيدرالي، وهذا لا علاقة بالفيدرالي بل بالسياسات التي تعتمدها الحكومات من حول العالم لكبح جماحي الجائحة. دعنا نتحدث عن التضخم أيضا. جاءت الأرقام، التضخم في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ عام 1982. يستمر تعلق الفدرالي بمقولة أن هذا التضخم مؤقت، وهذا ربما أكثر ما تم انتقاده في الفترة الأخيرة من قبل الفدرالي. الآن التوقعات تقول بأن التضخم سينخفض في 2022 و2023، ولكن ما هي وتيرة الانخفاض بالتضخم؟ يعني إلى أي مدى يمكن أن يتراجع، وإلى أي مدى سيبقى تأثيره على الفترة اللاحقة؟ هذا سؤال ممتاز. أنا أتوقع أن ينتهي التضخم في نهاية العام ب 4.6%، وأتوقع أن إذا يتراجع التضخم الفعلي اعتبارا من عام 2022 وصولا إلى تحت 3% في 2023، وسبب في ذلك هو إذا ما نظرنا في البنزين فقط الذي يشكل 4% من مؤشر CDI، فهذا وحده يبرر 2% من نسبة 4.6% من التضخم الذي شهدناه هذا العام. وقد ارتفعت أسعار البنزين في 60% أو بنسبة 60% هذا العام وصلت إلى نهاية نوفمبر، ولا يمكن أن يستمر ذلك. والتضخم هو يشير إلى معدل التغير في الأسعار وليس الأسعار نفسها، وأتوقع أن البنزين سوف يحافظ على مستوياته خلال عام 2022، مما يعني أن التضخم الجاسولين سوف أو البنزين سوف يصل إلى 0% في نهاية 2022، وهذا وحده سوف يخفض 200 نقطة أساس من أصل 4.6% من التضخم المسجل عام 2021. إضافة إلى ذلك، أتوقع أنه العام المقبل سوف نرى زيادة في السيارات المستعملة من حول العالم، وألمانيا سوف تكون قادرة على إنتاج السيارات التي هي بحاجة إليها سيئا بالنسبة لليابان والولايات المتحدة، وبالتالي سوف يعود الوضع إلى طبيعته. وعندما نعالج مشكلة التوريد فسوف تحل مشكلة ارتفاع أسعار سيارات المستخدمة، وعندما يكون لدينا سيارات جديدة موجودة مطروحة في الأسواق فسوف تتراجع أسعار السيارات المستعملة في الولايات المتحدة كما فعلت في الماضي.
فقبل الجائحة السيارات القديمة أو المستخدمة في الولايات المتحدة كانت تشهد تراجعاً في السعر لأن ذلك كان طبيعياً. وطبعاً السيارات القديمة يجب أن يكون سعرها أقل من السيارات الجديدة، ولكن هذا لا نراه الآن بسبب كوفيد، ولكن سوف يعود الوضع إلى طبيعته. وبالتالي أعتقد إذا ما اتبعنا المنطق فعام 2022 سوف نرى تراجعاً للتضخم في الولايات المتحدة. هذا لا يعني أن الفيدرالي لن يتصرف، طبعاً سوف يتخذ إجراءات لأنه يود أن يحدد أو يتحكم بزيادة أسعار الإسكان في الولايات المتحدة. من نيويورك ألبرتو برنال كبير الاستراتيجيين في إكسبي للاستثمارات كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وسط ترقب